بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة عايزة اجيب لكم مشروب مريح جدا للمعدة، مريح جدا للقولون، مريح جدا بعد الصيام، فترة الصيام الطويلة اللي احنا صمناها دي. هيحشك التهابات القولون، هيحش الانتفاخات، هيحش الاحساس بالامتلاء في المعدة، الاحساس الغير مريح ده. مسحوق انا عملته من الاعشاب الطبيعيه، بياخد منه بنشفه، وهقول لكم دلوقتي فوائده، وهقول لكم تركيبته، هقول لكم بيتركب بس ازاي. الاول كده انا باخد منه معلقه واحده على معلقه سكر او معلقه ونص على حسب الرغبه، وبعمله زي الشاي الكشري بالظبط. يعني انا احط السكر والسكر، وبعدين هحط الماء المغليه واغطيه. دي الميه هحطه في الكوبايه وهقلبه تقليبه وهغطيه، هغطي الكوبايه معايا لمده 5 دقائق. بغطيها ليه؟ عشان الزيوت العطريه اللي في الاعشاب اللي انا عاملاها دي ما تطيرش. انا عايزه الزيوت العطريه تنزل في الميه وتبقى مركزه كده 5 دقائق، وبعد كده نشربه على معدة فاضية. اللي هي اول حاجة تنزل المعدة هي الكوباية دي، هي مرة واحدة في اليوم، مريحة جدا جدا جدا، مهدية للأعصاب، مهدية للقولون، مريحة للانتفاخ، يعني كلها حاجة مفيدة جدا وكلها من الطبيعة، مفيش فيها اي مواد كيماوية. اول نوع من الاعشاب اللي معايا هي هيبقى العطر شان. عطر شان دي زهرة حلوة جدا. هقول لكم الفوائد بتاعتها. اول حاجة بتهدي الاعصاب، وخاصة عند تناوله في الصباح الباكر مع الشاي. تعالج الاسهال، تنقي الجو، تعمل كمضاد حيوي للحمى، تهدي السعال الجاف والتهاب المجاري التنفسية، تعالج المغص، تقلصة المعدة، تعالج الرشح، مفيدة جدا جدا جدا، وتتشرب زي الشاي بالظبط على الريق. معايا كمان الريحان، دي شكل ورق العطر شان، شكل الورقة بتاعت العطر شان. انا بجيبها وبغسلها، بقطفها وبغسلها، وده معايا الريحان. فوائد الريحان، النوع التاني معايا الريحان. فوائد الريحان وده شكله، يعتبر منعشا ومطهر لرائحة الفم، مزيل للالتهابات والمفاصل والجهاز الهضمي والتهابات الامعاء. يحتوي مادته اكسده قويه تساعد على محاربه الجذور الحاره المختلفه في الجسم. يحتوي على فيتامين A، يعتبر مضاد حيوي للبكتيريا في علاج حب الشباب، الاجهاد والقلق والضغوط النفسيه. يعد الريحان مصدر جيد للحديد، مما يجعله مثل السبانخ بالظبط. انا بعمله، انا بجيب الريحان وبجيب النعناع والعطر واغسلهم حلو قوي، واحطهم في الشمس لما ينشفوا. بعد ما ينشفوا افركهم لغايه لما ينعموا كده، وندخلهم بالمنخل او بالمصفى عشان ينزل لي النعمه اللي فيها. وبعد كده اعبيها في برطمان من الزجاج، وده هيفضل معايا طول سنه، اكتر من السنه. تاخديه براحتك وتشربي منه. الف شكر ليكم.